بيتلووا فيه اعطاءه الحسن. عايزين نعرف بعد ما اتعرفنا على ما هي ابعاد هذه المشكله الناحيه الاجتماعيه، عايزين نعرف الامن، دور الامن، او انا ابلغ الامن ازاي لو اعرضت حتى اعتداء بالنبض، مش هقول احتكاك، اعتداء بالنبض، مش عارف امشي في الشارع، مش عارف اطفالي مش عارفين يمشي في الشارع، غير الناس اللي بتنام حضرتك في الشوارع بتشوفوها اكيد، والمحاليل والسرنجات، وممكن حضرتك لو هتعدي كوبري ما تعديش من كوبري عشان في الشخص ده نايم ممكن يهد ايده وتاخد طريق تاني خالص عشان توصل للمشوار بتاعك. عايزين نعرف دور الامن في هذا الموضوع، في هذه القضيه، انا اعمل ايه كمواطن؟ دوري اعمل ايه؟ طيب اتصرف ازاي؟ كل ده هنستمع ليه مع سياده العقيد زكريا سليمان رئيس مباحث الاداب واصول، احنا بنشرف فيه معانا في قاعه مركز الليل، اهلا وسهلا بالسياده، ونترك المجال للسياده تستمع لان دور الامن يعتبر اهم دور في هذه القضيه. بشكر سياده القناه واترك الامر للسياده في بيان الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، اختي القضيه طبعا روح حضراتكم من خير. انا بعتذر المره الثانيه عن التاخير، بس للاسف هو التاخير مش مني انا، من الساعه 4:30 في البلاد الفضائي عمال ادور على مكان اختار اللي جاي لنا مكتوب فيه مركز النيل للاعلام والتدريب. طبعا في الشارع في المنطقه هنا المركز مش معروف باسم المركز، معروف باسم المبنى نفسه يعني، فانا بعتذر المره الثانيه. لا مش حاجه برضه، لا مش حاجه، بس خلينا نجيب الدكتور. الجزئيه الاهم احنا طبعا هنا احنا كوزاره الداخليه، الوزاره معنيه بكل انواع الجرائم اللي بيعاني منها المجتمع، ومن ضمن هذه الجرائم هي جريمه التسول، ودي تعتبر جريمه القانون حاط لها مواد قانونيه وحاط لها عقاب للي بيحترف في هذه الجريمه ومن يقوم بكده. الوزاره في اداره عامه موجوده في وزاره الداخليه، اداره عامه لرعايه الاحداث، وهذه الاداره بتتولى متابعه كافه الاطفال على مستوى الجمهوريه بالجرائم اللي بيقوموا بارتكابها ومن ضمنها جريمه التسول. طبعا جريمه التسول دي مش قاصره على الاحداث بس، يمكن احنا كلنا في كل مجتمعاتنا وفي كل الاماكن على مستوى الجمهوريه بنلاحظ ان مش اللي بيحترف التسول او بيقوم بارتكاب هذه الجريمه اطفال فقط، ولكن على مستوى الاعمار المختلفه السيدات، رجال، اطفال، واحيانا الاسره كلها بتحترف هذه الجريمه. طبعا الوزاره ما كانتش قاصره فقط على الاداره العامه لرعايه الاحداث اللي هي مقرها في القاهره، انما على مستوى كافه مديريات الامن، كل مديريه امن في قسم مسؤول عن رعايه الاحداث، وهو قسم مدافع الجرائم ورعاية الأحداث في كل مديرية أمن جوه إدارة البحث الجنائي اللي موجودة. القسم ده بيبقى أصله وزارة الضباط، وبتبقى مهمتهم بالاشتراك مع قسم مدافع جرائم الآداب اللي أنا بتشرف برئاسته، بمدافعة الجرائم المختلفة وبمجموعة جرائم التسول اللي كل المجتمع المصري بيعاني منها في كافة أنحاء وفي كافة الجوانب. طبعا احنا يمكن على الاخ الفاضل وضح الجريمه دي يمكن في منطقه الوجه الدبلي او في مجتمع الارياف بدات تزيد نوعا ما عن الاول. في القاهره المعاناه فيها اشد، وفي المناطق الحضريه المعاناه فيها اشد، ويمكن انتم بتلاحظوا برضه الكلام ده بيبقى في المدن اكثر منها في الريف. يعني عندنا هنا في الشوط هتلاقي في المدينه اكثر من القرى، يمكن القرى قد تبقى منعدمه نوعا ما، انما جوه المدينه موجوده. بأكد على النقطة الثانية اللي هي الأخ الفاضل برضه اللي سبقني في الحديث، إن مش قاصرة فقط على أبناء المدينة نفسها، وإحنا الكلام ده إحنا بنلاقيه وبنلاحظه لما بنيجي نظبط اللي بيقوموا بارتكاب هذه الجريمة، سواء كان من أطفال أو من نساء أو من رجال، بتلاقي في ناس وافدة فعلا صح على المديريات، على المديرية نفسها أو على نطاق المحافظة، من سوهاج، من المنيا، وبييجوا يحترفوا الجريمه. انا بقول يحترفوا لانها اصبحت بالنسبه لهم مهنه فعلا وليست احتياج، ودي حاجه طبعا للاسف الواحد بيعاني منها، سواء قلنا في مجتمعنا الشرطي او في المجتمع المدني، لان الجريمه دي مش يعني الجريمه دي بتبقى حاجه سيئه قدام المجتمعات الاخرى، بيبقى انت موجود هنا في دوله محترمه ودوله فيها يعني فيما بيحصل ده، ويجي وكيل النيابه يسلمه للولي
او ما شابه ذلك ويبقى كل المجهود ضاع. يعني سيدنا عقيل عايز يوصل فكره ان احنا لو قفلنا الحنفيه بتاعتنا بتاعت الفلوس في جزء كبير خالص من المشكله هيتحل فعلا. زي ده انا قلت في البدايه ان في عوارض القانون. الجزء الثاني اللي عايز ارفع الحركه عن سيادته فيه ان القانون المشابه حط شروط مكافحه الاداب هي مختصه بمكافحه جريمه التسول. طب انا سالت سياده عقيل حضرتك في اداره الاداب في حبس الاصول كلهم كام ضابط في الاداره؟ تخيلوا بقى اثنين. انا المشكله يمكن مش مع سياده العقيد من قبل كده في اكتر من حد يعني شرفت بان انا قابلته كان يعني يرأس الاداره ومع ذلك هما اثنين اطلع اهتم باللي بيحصل من جرائم مرتبطه بالاداب ولا اطلع اشوف متسول مين فيهم الاولى؟ اتابع الشقق المشبوهه والناس اللي بتعمل وما شابه ذلك. بنشتغل بالمجهود اللي ربنا قدرنا عليه وفي الاخر احنا بنعمل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. انما ما فيش يعني انا يمكن لسه لما قلت انا بعتذر عشان جيت انا زي ما انا وضحت في الاول انا عملت لف من الصبح علشان اوصل المكان فممكن معلش مع الرقم يعني انا تعبت في ان انا ادور على المكان وما عرفتش اوصل خلاص شكرا انا هرجع المشاوي او انزل اكمل شغلي. انما انا اصليتي هنا اجي ويمكن الشارع كله شاف عباره حكايه في 10 دقايق عشان اوصل المكان يعني. ماشي هنا انا حريص ان احضر النادي واجي